السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله يسعد مساكم حبيباتي واخواتي الأكارم. هلا اليوم انا بدي اساوي لكم شغلة جديدة وهي تعليم اللغة التركية على اصولها. شفنا كثير فيديوهات بتعلم اللغة التركية وبتصعب الموضوع وبتخلي الواحد انت نوز جوال ابوك عم يعلم تركي. عرفتوا شلون اخواتي؟ هذا ابني ما نسيان انه ابوه عم يسجل. فمثلا بدكم تعلموا اللغه التركيه، الاول شغله انا حامل بايدي سيجاره. هي بالتركي اسمها سيجاره. القداحه اللي مشعل فيها السيجاره اخواتي اسمها شقمق. احفظ معي سجل عشان ما تنسى. شقمق. تمام. هلا مثلا قدامي انا هون علبه فلاتر. تمام؟ هي بالتركي بيقولوا لها فلترا. فلترا هيك لازم لما تقله للبياع فلترا هيك لازم تعمل هيك عشان يفهم عليك. هي الرا بتعطيها يعني معنى للكلمه، بتغوص بقلب التركي لانه معظمهم هون يعني لما بتقله مثلا فلترا وارما هي لازم تنزل فيها هيك فلترا وما بيفهم عليك هو. تمام تمام. هلا مثلا بنفوت على المطبخ، شوفي عندنا اغراض بالمطبخ. هلا اول شيء المطبخ اسمه مودفاخ، هي بتنتقل لفوق مو لتحت، هذيك وارما تنزل لتحت، هاي مودفاخ تطلع هيك لفوق. هلا بنفوت على المودفاخ بنلاقي مثلا عندنا البراد، براد بالعربي بالسوري يعني اللي بنحط فيه الاكل. بالتركي اسمه بوزدولابي، هيك تعطيها دهشه هيك بوزدولابي. هي الاي تعطيك ترجمة وشرح مفصل للغة التركية هيك يعني. لا تسألني ليش لاني انا ما بعرف. تمام. هي بعدين من ترجمة مع بعض. منفوت على الغسالة مثلا، الغسالة اسمها شماشير ماكينة، تعطيها هيك. هلا انت لاحظ كل موضوع بده الشماشير ماكينة بتنظف كأنك عم تنشر. شماشير ماكينة بوزدولابي، كانك فتحت البراد وتفاجأت انه في بوز. تمام. هلا مثلا شوف في عندنا كمان اغراض المطبخ، هلا حد ذكرني. خلاط، خلاط الفواكه. ماي في ماكينه. تحس ماي في ماكينه سي. سي، ايه ها نسيت انا. سي. ماي في ماكينه سي. مو ماكينه سي، ماكينه سي، كل شيء لحال. تمام، ليس. نشافه. نشف فيها الارض اسمها باص. نحن عنا بنلحق الباص سوريا 3 اشهر ليجي نستناه، عفوا مو بنلحقه باص. هي النشافه اسمها باص. ليش تنتين ما بعرف بس هيك اسمها. غيره شوفي عنا البيت اسمه اذ، هيك اذ كانك جيت على البيت والله اعلم شو صار معك. هلا هدول بكفوكم اليوم، احفظوهم وبكره ان شاء الله. بكره على فكره اسمه يارن، يارن كانه يرن الجرس، يارن يعني بكره. تمام ان شاء الله، وبكره بنكمل معكم. الله يسعد مساكم وتصبحوا على خير.